أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام زيارة نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيعة أمير المؤمنين، زيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله يمين الله، على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة،
وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناجل الظما مترعى. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتقى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح، وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف، ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبني، أشهد لقد طيب الله بك التراب، وأوضح بك الكتاب، وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك، صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك. صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب، السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاده وعلى، وصل يا ربي على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. على محبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين. الثالثة بأعلى أصواتكم. أبا حسن من وراء الستار،
وجدناك أنت المنى والمنار، وأنت حمار من يريد الحمى، وقد فاز من بحماك استجار. وأنت الذي قد حباه الإله بأسمى خصال وأسنى شعار، وفي يوم أحد أشار العلي وما لسواك العلي أشار. ألا لا فتى حق إلا ولا سيف إلا يا ذا الفقار. وأنت إذا قام يوم النشور قسيم لجنة خلد قسيم لجنة خلد ونار. مولاي يا أمير المؤمنين، أنت المنار والمنى، يوم الدين ناداك قلبي وقلب كل العاشقين، راجنا منك نظرة عند رب العالمين. من يدانيك علا في المنزلا، أسد الله وباء البسملا. من يدانيك علا في المنزلا، أسد الله وباء البسملا. يا أميري يا علي، يا أميري قبل خلق الخلق ناداك الجليل، أنت للمختار صنع وخليل. سيدي بل كل ما يروى قليل، سيدي بل كل ما يروى قليل. عن فتى الإسلام سر الزلزلا، أسد الله وباء البسملا. يا أميري أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد احفظ شيعة أمير المؤمنين في